استاذ عمرو، انا شفت للفنان الله يرحمه حجازي، فنان الكاريكاتير، رسومات قبل كده تانية غير دي، واحنا هنشوف مجموعة تانية على فكرة. انا عندي ملحوظة، شاركني في الموضوع ده، انه من الرسامين الكاريكاتير القليلين اللي بيبقى فيها ديتيلز كتير ويبقى فيها طبعا الوان ويبقى فيها تحس ان هو شغل رايق يعني، طبعا عكس الى حد كبير رسامين الكاريكاتير الحاليين، ان هو يبقى مجرد خطوط صغيرة وخفيفة وخلص الموضوع. راجع لكذا حاجة. أول حاجة إيقاع الحياة اللي اتغير طبعا، نعم. يعني الإيقاع زمان كان أهدى شوية أبطأ شوية، راجع للإصدار الأسبوعي. يعني حجازي لما نقول مشوار حياته مش هنلاقي إن هو اشتغل في جورنان يومي أبدا، شغله دايما في إصدارات أسبوعية. تمام. الإصدار الأسبوعي بيتيح لك إن تكون عندك وقت أكتر إنك تتأمل في الرسمة بتاعتك، إنك تحط الإكسسوارات بتاعتك صح، غير يومي. يومي الأحداث المتلاحقة دي، السرعة الجارية، حاجة تانية مختلفة خالص. يعني ده بيرجع لظروف النشر، مش لأن كل واحد ليه خطوط بالظبط. بس معينة. لازم نقول برضو إن هو زي ما قلت لك، هو زي مخرج السينما الفاهم جدا شغله. في ناس بيشتغلوا أسبوعي وشغلهم يعني فاضي وعبيط، لكن هو شغله طبعا تمام. كان مهتم جدا بيه. لازم أقول لك برضو إن هو كان أول واحد بيدخل مجلة صباح الخير الساعة 6 الصبح، يدخل يجي قبل السعاة كلهم، يشتغل ساعتين ثلاثة، الساعة 9 أو 10 يكون خلص شغله وينزل يفطر بقى، يشوف هيعمل إيه في الحياة بعد كده، يقرأ حاجة. هو برضو لازم أقول لك برضو إنه طول عمره كان وهبه للكاريكاتير. تمام. هو اتجوز جواز واحدة، قعد حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر وخلصت الجوازة، وحياته كلها للكاريكاتير وبس. طيب، في صور كمان ظاهرة معانا دلوقتي. دي ايه بقى؟ دي برضو نقدر نقول ان دي برضو كان غلاف لجريدة اليسار، لمجلة اليسار. لازم برضو نبص الاول على نتأمل الرسم، لان الرسم بيكون جميل جدا وليه جدا معنى. جدا. زي ما انا بقول انه في تفاصيل، انه في الوان وفي تفاصيل ده كان كتير، غلاف. مش يعني طبعا. الرسمه غنيه. وهو روحه حلوه، ويعني الاطفال اللي في الاول دول، اللي في اول الكادر دول، يعني 3 اولاد وبنتين وست تخينه قاعده، وجوزها بيشرب السيجاره والفنجان، وجنبيه راديو وجنبيه تلفزيون، يعني معناه ان هو متابع كل حاجه بتحصل. تمام. التلفزيون جايب رقصه، يعني واضح ان مشهد من فيلم او رقاصه. فيلم عربي قديم. على التعليق على لسان طفل من الاولانيين. بصراحه الحكومه مش طايقانه، احنا زياده في النسل، وبابا عماله زايده، وماما تخينه وبتاكل عيش كتير مدعوم. يعني دايما يفكرك ده بالمخلوع، ما كان بيقول اجيب لكم منين، نعم، اجيب لكم منين، ما انتوا بتاكلوا كل حاجه، اجيب لكم سكر ما انتوا بتخلصوه، اجيب لكم، يعني زي ما يكون هو اللي كان بيصرف علينا مثلا. في حين اما تحس فعلا الحكومه مش طايقانه، فعلا يعني ده اللي فعلا كان بيوصل لنا كلنا، ان احنا على نعم. البيت. نعم. بص، المطبخ بقى ده ولا ده فين؟ المطبخ ده ولا حمام ايوه، ولا ايه ده ده؟ بقى ده ولا بقى هي اوضه كلها فيها كل حاجه؟ ايوه ده مطبخ. وفي نفس الوقت لازم نبص للعمق اللي هو عمله في الكادر. انت اتفضل. عندك الورقه بتاعت اي رسام مجرد ورقه، ورقه بيضه، لكن بص الورقه دي هو عمل لها عمق ازاي. احنا واصلين لاخر الشقه تقريبا. ايوه بالظبط، لاخر الشقه كمان، ومحطوط برواز، والبرواز كمان محطوط، وفي راجل قاعد وبيزعق، وقصاده كمان ترابيزه عليها طفايه وحاطط رجل على رجل، وفي تفاصيل باب مفتوح. تفاصيل تفاصيل. نطلع قدام بقى نلاقي الباب تاني مفتوح، أي وتلات حلل بتغلي على النار، وانبوبه بوتاجاز، وست شكلها يعني غلبان جدا، مش ملاحقه على المواعين اللي متستفه، والعيل كتير جدا على الحوض. على ظهرها ولا وشايف الغسيل والصفيحه اللي بتغلي على الوابور والجردل، وهتمسح كمان اهو، هتكنس. ده حجازي فعلا. شوف بقى التعليق، المرأة نص المجتمع، والكلام ده هناك بره في المجتمع، لكن هنا في البيت أنا واحد وأنت ما فيش. حلو قوي. حلوة جدا. شوف فعلا نص المجتمع، كويس، مظلومين لكن من شوف امتى؟ نص المجتمع وهو حاطط رجل على رجل ازاي. هو فاهم ان لما يقول الكلمة دي، لو انت مخرج هتقول للراجل ما تزعقش كده وانت قاعد، لازم تحط رجل على رجل، انت انك راجل مخرج فاهم نعم. بيعمل ايه طبعا. نعم. عشان كده دايما بقول لرسام الكاريكاتير
شغله يقرب قوي من المخرج، مخرج السينما لازم يكون عارف الشخصيات بتاعته، هتتكلم ازاي، طريقتها، قعدتها، حركتها. بص نظرة الست حتى يعني. نشوف الرسمه اللي بعديها. دول في الاخر بقى، الثلاثه الاخرين في الاخر خالص. ست شفايفها كبيره شويه ولا انا غلطان؟ اتكلم كتير. عامله الراجل بيقرا جورنان وشكله حمش، شنباته دي بقى حمش على طول. بيقرا جورنان والست غلبانه حمش، وبعدين لسه شارب فنجان القهوه، متعود يشرب القهوه مع الجورنان اهو. يا رب كل ما تروح تنتخب الحكومه تزور الانتخابات زي ما انت كسر نفسي في البيت ومنعنا اقول رايي. صح، حلوه جدا يعني. اللي بيطالب بالديمقراطيه هو نفسه مش ديمقراطي في بيته. نعم، فشوف هو حمش يعني، بيقرا جورنان مثقف، فنجان قهوه، بس حمش. شوف الشنب بتاعه. والست شكلها غلبان. تمام. في رسمه كمان. دي طبليه. بص بقى اللوكيشن ده مختلف عن اللي فات كله. دلوقتي ده شويه رمزي يعني. بس شوف الطبليه ازاي فاضيه، يا دوب عليها ملاحه. تمام، معناه ان معهوش فلوس ياكل. لو اسم رقع يبقى حاله ضعيف. ما عندوش نور في بيته. لمبه جاز. وش معنى الحكومه بتستخدم قوانين الطوارئ ضدنا واحنا ما بنستخدمش قوانين الطوارئ ضدها؟ فعلا عنده حق يعني. ايش معنى هي اللي بتأدبنا واحنا ما نعرفش نأدبها ولا نحاسبها؟ صح، كان ما يسيبوا الراجل كده جعان معهوش ولا قادر ياكل ولا قادر يجيب نور في بيته. فعلا طوارئ ايه بقى؟ تمام. دي وزاره صورة. الداخليه. شوف برضو اللي قاعد على المكتب، اي حد ما تعطفش معاه هتلاقي شكله مكلبز بشنبات اهو. والتليفون قبل طبعا ما كانش فيه موبايلات لسه. والمكتب المعارضه كانت بتشتكي من الكمبيوتر، جبنا بداله واحد من محو الأمية يعد الأصوات الصحيحة على صوابعه. ده بيتريق طبعا. طبعا. بيتريق على كلامه. كان دايما يقولوا لك الكمبيوتر والأصوات مش الأصوات، وفي الآخر يطبخوا الانتخابات. الله يرحمه كان عنده حق على فكرة. إن هو رجع طنطا. لأنه فعلا كل اللي هو رسمه بالظبط هو ده اللي احنا شفناه في آخر أيام الرئيس السابق. واحنا فرحتنا عملنا ثورة وبرضه كله يعني مش محتاج يعيد حاجه. ومش بعيد نيجي نصحى ثاني يوم نلاقي مبارك قاعد والجرايد بتهلل بفتره رئاسيه سادسه. لا او نكون يعني بداناها يعني، ما حدش عارف. لا لا ما اعتقدش. دي رسمه جديده منك انت. انا لا اعتقد. دي رسمه جديده منك انت. والله مفيش حاجه بعيد. لا الله يرحمه هو كان رسام يعني، ليه تلامذه كتير ومحبين وانا رايي ان الرسام ما بيموتش فعلا. الرسام الحقيقي ما بيموتش. وساعات اتسائل ليه الرسامين ليه يعني الصادقين بس، المرفاي الحس، مرهفي الحس، هم اللي بيموتوا. في المتلونين تلاقي جلدهم تخين وخشن وعامل زي جلد التماسيح كده، ما بيتحركوش قوي، ما بيتزحزحوش خالص. عمرو انا هقول حاجه صغيره قوي لان خلاص الفقره خلصت. انا عايز اقول انا احنا استاذ عمرو كان بيجي لنا لمده مثلا 4 سنين بيجي هنا كل يوم جمعه نتفرج على الرسومات بتاعته، وكان بيرسم لنا حاجات على الهواء. كان معايا عروسه حلوه بتاع. على فكره انت رسوماتك وخطوطك قريبه من انا اتشرف ان اكون تلميذ ليه طبعا. اللهم يعني الله، ممكن اكون غلطان بس انا حاسس بده. لا لا تلميذ ليه فعلا وهو استاذي. تمام طبعا. اعتقد كده يعني خلصت فقرتنا، وكان نفسنا نشوف صور اكتر، وكان نفسنا نعلق اكتر الرسام مع عمرو سليم فنان الكاريكاتير. بنشكرك جدا ونورتنا. متشكر قوي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا. مشاهدينا فاصل سريع وراجعين نكمل فقراتنا المتميزة والمتنوعة في نهارك سعيد.